مساء النور البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس وصحتكم بالف خير البنات. هاد الخطره ان شاء الله حاجه، القهوه العصر حاجه سريعه فقط. يعني كنت راح ندير حاجه بالقهوه هكذا، ومن بعد فكرت قلت علاه ما نشاركهاش معكم هكذا. به كما نقولوا الوحده تقدر تنقذ روحها. انا ديجا راحي الحال، راهي بالكش فاس 3:30، وكنت عارفه وقت القهوه كيفاه، وما كانش حاجه للحليب، وقالوا لي ضروري حاجه القهوه حليب طبعا. من تاكلها ما ندير، يعني نقول لهم كسره مع زيت زيتونه ولا لاباس. واحيانا هما يتشحوا حاجه حلوه. قلت ندير حاجه سريعه اللي هي كيكه بالشوكولا والكراميل، تكون سريعه. واش كاين في الدار البنات؟ هذا مكان. انا راح ندير المقادير تاع 3 حبات بيض مع نص كاس سكر، نص كاس زيت، ونص كاس حليب. عندي 2 مغارف مش معمرين مليح تاع الكاكاو، كيس واحد تاع خميره الحلوى، والفرينه البنات بهلم. عندي هنا هذا هو المول، دهنته بالزبده لو تلاحظوا، ولا بالزيت كيما تحبوا. بالنسبه للقطره البنات، شوفوا من الفراغ هذا حتى لهنا، يعني القطر تاع الفيد هذا هو 22 سنتيمتر. هكذا باه تعرفوا قد شحال. كاينين اللي يعطيو وصفات تاع هذا المول بعد وما يعطيوش القطره تاعو، هكذا مش راح تطيح في الصح. شوفوا هنايا عندي كنا 3 حبات بيض، راح ندير لهم رشه تاع الملح، يعني غير في السريع برك. راح نحط لهم هذاك السكر ونبدا نخفق البنات باه ما طولوش. شوف نضرب هذا مليح ونرجع لكم. هذا البنات طلعت هذاك السكر كما كنتم تشوفوا، والبيض بشكل جيد. راح نزيد هذا النصف كوب تاع الزيت ونزيد نخفقه يا البنات مليح. اذا البنات هاو بعد ما زدت خفقت الزيت، دوك يقعد لي الحليب، يقعد لي الكاكاو، فرينا الخميره. نحط اول حاجه هنا الكميه هذه تاع الكاكاو، قلنا 2 ملاعق، وراح نزيد الكيس هذا تاع خميره الحلوه، كيس واحد وزن 10 غرام، لانه المول صغير يعني المكونات قليله. عندي ضبط الفرينه البنات والحليب، راح نبدا نحط هكذا، نحط مره فرينه ومره حليب. درنا 2 ملاعق فرينه، ندير شويه حليب ونخلط. دخلت هذا ونزيد فرينة، 2 ملاعق فرينة وشوية حليب حتى نخلص الكمية تاع الحليب، ونتحصلو على القوام اللي راني حابين تاع الكيك. إذا هكذا البنات جاوني 7 ملاعق تاع فرينه، 7 بالضبط. بالنسبه للكوب هنايا السعه تاعو 240 مليلتر. شوفوا القوام تاع الكيك لما نهز ونكتب على السطح تاعو، تبقى الخطوط هذيك واضحه شويه وما باه تحبط. هنايا راح يجيكم كيك متوازن، ما يجيكمش ناشف وما يجيكمش بزاف خفيف. اذا البنات هاو المول هنا، زدت رشيتو بشويه تاع فرينه باه نضمن، ولا كاكاو كما حبيتو. ونسربي الكميه بسم الله. اذا البنات هكذا راح دوك بعد ما نحطها في المول، راح ندخلها طيب على فرن يكون سخون من قبل 160-170 درجه. نطيب الكيكه تاعي، نشوفها نشفت خلاص يا البنات نجبدها ونقلبوها باذن الله. اذا البنات هاي لك هنا بعد ما طابت، تديش معكم وقت بزاف، حد من 20 حتى 25 دقيقه، تقلبوها مباشره على الصح، راح تدي مولا بكل سهوله. مازالت راهي دافيه. انا عندي هنا صلصه الكراميل هذيك اللي كنت خدمتها في العيد، راهي مازالت، راح نديرها على الوجه. البنات شويه كاكاو، هذا مكان. اذا هذه هي الوصفه تاعنا البنات، ما كانش اسرع منها.
كيكة بسيطة سهلة سريعة تخرج لكم خفيفة بنينة على الكيف. راح نقطع لكم زيت لي البنات راهي دافية شوية ماهيش باردة، لكن لازمني نعطيكم تشوفوا قطعة. شوفوا البنات طرية، وصفة هايلة البنات، وهذه هي وصفتنا البنات. نتمنى ان شاء الله تجربوها البنات. هنا في بلاصه الكراميل نعطيكم كفكره، تقدروا ديروا لها اي عفسه من فوق، تقدروا تخليوها هكذاك، ديروا لها شوكولا، ذوبوها لها ياورت اذا كان عندكم ذوق فاني شوكولا، كذلك تقدروا ديروه على الوجه. هنايا لكم كل الاختيار البنات. في اخر الفيديو كما دائما نقول لكم البنات، ما تنسونيش بجمل الفيديو وبارطاج، واذا كنتم اول مره تشاهدوا قناتي ادعوكم للاشتراك، تفعيل زر الجرس لتتوصلوا بكل جديد ان شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه.